الله يسلمك. وحشتني قوي. وانت كمان يا ولد. يروح قلبي. اقعد. قول لي الرحله كانت كويسه؟ ايوه. والمؤتمر كان ناجح؟ عايزك تحكي لي عن كل حاجه. ما تتصورش يا احمد قد ايه بتوحشني لما بتغيب عني. وانت كمان يا حبيبتي. مالك يا احمد؟ يظهر تعبان شوية من السفر يا حبيبتي. ننام دلوقتي عشان اصبح الصبح كويس. تصبح على خير. احمد انت بتحب هدى ومش ممكن تتصرف اي تصرف يضايقها. انا دايما ملياش حظ لاني عرفتك وانت مرتبط ووراك مسؤوليات. انسى يا احمد اللي اتفقنا عليه. احنا لازم نسيب بعض ومفيش طريقه غير اني اتخلص من الجنين. ازاي ده مش ممكن ابدا؟ مش ممكن. انا لازم اكلمها ليله. مالك يا احمد؟ من ساعه ما رجعت من السفر وانا ملاحظه انك مش زي عوايدك. في حاجه مضايقك؟ لا ابدا. اخفى عليك. هتخبي عليا يا احمد؟ هدى انا اصلي. قول يا حبيبي في ايه؟ انا عايش في صراع يا هدى. من ساعه ما رجعت وانا مش عارف اتصرف ازاي. اتصرف في ايه؟ هدى انت طبعا عارفه قد ايه معزتك عندي، لكن في ظروف اقوى مني يا هدى. ظروف؟ ظروف ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. طول عمري بفخر بانك انسانه عظيمه، مخ كبير وقلب كبير، وطبعا هتفهميني. عايز تقول ايه يا احمد؟ اتكلم. انت طبعا عارفه ان الانسان مسير مش مخير، وانا بعترف لك حاولت اقاوم كتير للأسف ما قدرتش. تقاوم؟ تقاوم ايه؟ الحاجة اللي ما كانتش تخطر على بالي. أنا بحب واحدة تانية هدى. بتحب واحدة تانية؟ مين؟ سعاد. سعاد؟ اتصرف يا احمد زي ما انت عايز. دي حياتك وانت حر فيها. تأكد يا هدى انك هتفضلي زي ما كنت دايما في قلبي وفي عيني الاثنين. ارجوك يا قدري موقفي.
انت هتفضلي دايما مراتي اللي بحبها، اللي شاركتني حياتي، اللي عمري ما هنسى افضلها عليا. لازم تعرف يا احمد اني ما اقبلش ان يكون شريك في حياتك. تصبح على خير. هدى، هدى، هدى. هدى اهلا وسهلا يا هدى، اتفضلي. دي اخر حاجه كنت انتظرها منك يا سعاد. حبيتك وفتحت لك قلبي وبيتي واعتبرتك زي اختي، وادي نتيجة. عمري ما كنت اتصور ابدا انك انتي، وانتي بالذات يحصل منك كده. انتي عارفة ان احمد كل شيء في الدنيا ليا، وانتي لسه صغيرة وجميلة والفرص قدامك كتير، والف من يتمناكي. احلف لك يا هدى ان دي حاجة خارجة عن ارادتي. انا حبيت احمد وحاولت كتير ابعد عن طريقه وانساه، لكن للاسف ما قدرتش. سامحيني يا هدى. وتقبلي تتجوزي جوز صاحبتك اللي بتقولي انك بتحبيها؟ تقبلي تبني سعادتك على تعاستي؟ غصب عني، الظروف هي اللي خلتنا احنا الاتنين نحب راجل واحد. سامحيني يا هدى. انا كنت مخدوعه لاني حطيت كل ثقتي فيكي، وأسفة أقولك إنك إنسانة أنانية ما عندكيش ضمير.